بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسوى علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، واكفنا وكفهم السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. قنعنا بما رزقتنا، واغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. واشف مرضانا وارحم موتانا، ولا تخيب فيك رجانا، واختم بالصالحات أعمالنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي في حل ألفاظ التقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين أمين، وذلك في فقه السادة الشافعية. فصل في أحكام القسمة. فصل في أحكام القسمة. القسمة جاءت في القرآن بنفس القسمة، ربنا بيقول وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين، فدل على أن القسمة مشروعة، لأن ربنا بيقول وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، دل على أن هناك قسمة. يبقى طالما في قسمة يبقى في شيء مقسم، وفي قاسم، وفي مقسوم له، وبالتالي يبقى القسمة ده أمر مطلوب. والنبي أيضا كان يقسم الغنائم ويقول إنما أنا قاسم والله يعطي، فيبقى القسمة وردت إجمالا في السنة وتفصيلا في بعض الأحكام، وهي بكسر القاف. تقول القسمة، الاسم من قسم الشيء قسما بفتح القاف، وشرعا تمييز بعض الأنصباء من بعض بالطريق الآتي. تمييز بعض الأنصباء اللي هي الحصص، كل واحد بيبقى ليه حصة، فممكن نسمي النصيب حصة أو أقسام. تمييز بعض الأنصباء من بعض بالطريق الآتي، ويفتقر القاسم، يعني المنصوب من جهة القاضي، القاضي بينصب إنسان يقسم مثلا إيه قطع أرض على المشاع، أو مثلا أموال يملكها الناس على المشاع، أو ثياب يملكها الناس على الشيعة، أو أي عرض واختلفوا في قسمتها بالتراضي بيرفعوها للقاضي. لكن لو هم قسموها بالتراضي خلاص مش هتوصل للقاضي، مفيش إشكال بقى. لكن لو اختلفوا في قسمتها بالتراضي بتحصل إيه؟ بيرفعها للقاضي. القاضي بيعين يقيم عنده يقسم، ده يسموه القاسم، معين من قبل القاضي. ويشترط في هذا القاسم إيه؟ ويفتقر القاسم المنصوب من جهة القاضي إلى سبع، وفي بعض النسخ إلى سبع شرائط. يعني القاضي عشان يحين إنسان يقسم لابد أن يتوفر فيه هذه الشروط: الإسلام، فلا يجوز في بلاد الإسلام أن يعين قاسم غير مسلم. ليه؟ علشان بالذات بين المسلمين ممكن الوقت تقولي المواطنة وفي ما يجرش حاجة، تبقى قضية متعلقة بقسمة بين المسيحيين يعين لهم قاسم مسيحي، وقضية متعلقة بقسمة بين المسلمين يعين لهم قاضي مسلم، علشان يكون مقبول عندهم، يكون مقبول عندهم. يبقى يشترط الإسلام في القاسم في بلاد الإسلام ليقسم بين المسلمين. وكذلك البلوغ، فلا يجوز ان هو يعين صبي. وكذلك العقل، فلا يجوز أن يعين مجنون أو مختل. والحرية، فلا يجوز أن يعين رقيق، الوقت ما بقاش في رق. والذكورة، وفي القسمة برضو يشترط فيها الذكورة، لأنها قد تقتضي أنه يسافر أماكن بعيدة عشان يقسمها، وأنه يختلط بالناس اختلاط كبير بين الشركاء ويناقش هذا ويناقش هذا، كل ده قد يخدش حياة المرأة فلا يناسب. والذكورة والعدالة، العدالة يبقى راجل دين مش مرتشي، مش مشهور انه هو غير عفيف،
لازم يكون إنسان عادل يعني دين، وإلا ممكن أحد الأفراد يرشيه وياخد أكتر من نصيبه. يبقى يشترط العدالة والحساب، يعني يبقى يعرف علم الحساب وعلم المساحة، المساحة في المساحات والحساب في المحسوب. وطبعا ايه يشترط ضمنا، ما ذكرهاش لانها دي معروفة ضمنا عقلا، ان يكون ايه سميع وبصير وضابط للكلام. ما ينفعش اعين واحد يقسم وهو ايه اطرش اصم او اعمى، ما ينفعش. يعني دي الحاجات دي ضمنا معروفة، السمع والبصر وكذلك النطق، وكذلك مشهور بالعفة، مش مشهور بان هو عنده قضايا اختلاس وبعدين يجي عينه قاسم وراجل مختلس. كل دي شروط يجب ان يوفرها القاضي في اللي يوكل عليه القسم. وزارة العدل فيها مصلحة اسمها مصلحة ايه؟ الخبراء دي، هم دول فيها الناس القاسمين، في مصلحة الخبراء. يعني وزارة العدل لما بترفع القضية دي للخبراء، يجي الخبير دول، الخبراء دول لازم تتوفر فيهم الشروط دي علشان ايه يعملوا الحكاية. فمن اتصف بضد ذلك لم يكن قاسما. يبقى اللي يتصف بضد الاسلام في بلاد الاسلام بين المسلمين ما ينفعش، وكذلك ما اتصفش بالبلوغ او بالعقل او بالحرية او ذكو، يعني عكس هذه الاشياء لا يصح ان يكون قاسما. لم يكن قاسما. واما اذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي، فقد اشار اليه المصنف بقوله فان تراضى. افرض بقى الناس ما رفعوش القضية للقاضي، لكن الناس تراضى وحكم راجل صالح في الحي اللي هم ساكنين فيه، في المنطقة اللي هم ساكنين فيه، يقول لك احنا هنرتضي امام المسجد، هنرتضي العمدة يقسم بيننا، نرتضي الفلان الفلاني، لا بأس طالما يتراضوا واحد، مش محتاجين بقى فيه هذه الشروط. فإن تراضى، وفي بعض النسخ تراضيا، تراضيا جايبها على سبيل التثنية، يعني الشريكان بمن يقسم بينهما المال المشترك لم يفتقر في هذا القاسم إلى ذلك، أي إلى الشروط السابقة، طالما هم راضيين بيه. يقول لك أنا راضي وأنت راضي، واخد بالك، فما يعني مالكش دعوة بقى يا قاضي، يخرج منها القاضي، يخرج طالما في تراضي. يبقى القاضي عندما يحدث الشقاق والنزاع بس، لما طول ما في تراضي خلاص. يعني تملي الناس في المرء في الإرث، بيقعدوا مع بعض الإخوة بيقسموا الحكاية مع بعضهم كده بالتراضي، وكل واحد يروح. نادرا من قضايا الإرث اللي توصل بقى للخبراء لما يحصل تنازع بين الأفراد. واعلم ان القسم على ثلاث انواع. طريقة القسم بقى بتنقسم ثلاث انواع حسب المقسوم. وعلشان كده قال لك القسمة الاولى القسمة بالاجزاء، لما يكون الحاجة دي كلها حاجة واحدة، احنا هنقسم قمح خلاص هيبقى بالكيلة، مش كده؟ هنقسم حاجة موزونة بالوزن، حاجة معدودة زي الفلوس البنكنوت يبقى بالعد. ابونا ساب لنا 1,000,000 جنيه، نصيبك ده سدس، ده تمن، وده ربع، وده خلاص، دي سهلة بالعدد. يبقى ايه بالعدد في المعدود، وبالكيل في المكيل، وبالوزن في الموزون، وبالزرع في المزروع. الزرع اللي هو المساحة او الاطوال، يبقى الزرع هو المساحة، زي مثلا 10 فدادين هنقسمها بينا، انا ليا نصهم، يبقى تاخد الخمسة دول، وده ياخد، وده ليه مثلا الربع، ياخد 2.5 هنا، وهكذا. يبقى تتقسم بالطريقة دي إذا كانت كل الأرض مستوية الأجزاء ومستوية القيمة. لكن لو اختلفت في القيمة، ده على ناصية، وده قرب المية، وده في بيت مبني، هنا بقى يبقى سموه اسم التعديل. يبقى في نوع تاني من الاسم، يبقى اسمة الأجزاء في إيه؟ في المتساوي الأجزاء. دي أول اسم. القسمة الأولى قسمة بالأجزاء، وتسمى قسمة المتشابهات لأن كله شبه بعضه. كقسمة المثليات من حبوب وغيرها، كدراهم وبنكنوت وحاجات من دي، فتجزأ الأنصباء كيلا في مكيل، ووزنا في موزون، وذرعا في مزروع. يعني هنقسم قماش، احنا عندنا توب قماش 30 متر، انا ليا في نص خلاص، يقيس لي 15 متر، فهم؟ سهلة يعني. او المزروع يقي كمان في المساحة، في المساحات المتساوية القيمة يعني. ذرعا وبنكنوت
وذرعا في مزروع. ما هو الزرع اللي هو بالمتر، احنا نقول عليه دلوقتي بالمتر يعني بالامتار، بالامتار يعني في الاطوال، وكذلك في المساحات. وذرعا في مزروع، كانوا بيحيسوا بالذراع مش بالمتر، زمان يقول لك ذرعا يعني بالذراع، انما احنا دلوقتي نقول ايه بالامتار بقى. وعدا برضو في المعدود، عدا في المعدود، ممكن تزود يعني كلمة عدا في المعدود ماشي. ثم بعد ذلك احنا قسمناها بقت اكوام متساوية متشابهة، احنا التلاتة كل واحد ليه التلت في الكومة دي، مسكنا الكومة دي كيلناها اذا كانت تكاد، او وزناها اذا كانت توزن، وعملنا تلات اكوام قد بعض. طب مين ياخد اي كوم؟ نعمل قرعة بقى، لان كل واحد بقى ممكن يقول انا عايز الكوم ده، والتاني يقول لا اتمنى الكوم ده، ويختلفوا، نقوم نعمل قرعة بينهم بحيث ايه اللي يطلع عليه القرعة ياخد الايه اللي في الحتة دي، وده ياخد اللي في الحتة دي، وده ياخد اللي في الحتة دي، لان التلاتة متساويين. لازمتها القرعة بقى في الوقت كده علشان ممكن يختلفوا يقول لك انا ايه انا عايز اللي في الجهة دي، لو اختلفوا. لكن لو مش مختلفين خلاص مش هنعمل قرعة، كل واحد هياخد نصيبه ويمشي، زي في البنك نقول بنقعد في البنك تحول انت لحسابك الرقم بتاعك وخلاص، ما فيش ما بنعملش قرعة احنا في البنك، لان دي اعداد. لكن ممكن تكون في مساحات ارض، مساحات ارض انت عايز دي عشان دي جنب ارضك التاني، والتاني عايز المساحة دي علشان المساحة دي جنب مثلا ايه المسقة بتاعته، وده عايز ليه مصلحة، وإن كانت الأرض كلها مساحتها متشابهة وقيمتها واحدة، لازم يبقى متساوي الأجزاء. فهمت؟ هنخش في النوع الثاني. كيفية الإقراء بقى، هنعمل ورع هنعمل إزاي؟ أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية، ويكتب في كل يعني ثلاث إيه أوراق متساوية، نكتب في كل واحد اسم صاحب الحاجة او اسم الكوم، نقول الكوم ده واحد والكوم ده اتنين والكوم ده تلاتة، كويس، ونروح كاتبين في الرقعة واحد والتانية اتنين والتالتة تلاتة، ونطبق الرقعة دي ونحطها في حاجة ونقفل عليها، والحاجة اللي بنحطها فيها دي متشابهة، علبة متشابهة بنفس اللون، وبعدين نحط الحاجة العلب دي كلها كده في حجر واحد، اللي هيختار مش شايفه مش حاضر، وبعدين نجيب واحد بقى ايه بعيد ما كانش حاضر يختار يطلع دي، اللي يطلع بتاعت واحد يبقى هي بتاعت فلان. فهمت ازاي؟ وهكذا بأي طريقة، يعني طرق القراءة كتيرة جدا، لكن هو بيدي لك هنا مثال لي. أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية ويكتب في كل رقعة منها اسم شريك من الشركاء أو جزء من الأجزاء مميز عن غير منه، وتدرك تلك الرقاع في بنادق متساوية من طين مثلا بعد تكفيف. بنادق يعني ايه؟ زي أي إناء، يعني إناء مثلا او زجاجة او علبة بلاستيك، او تطبقها كده وتحطها في كيس، اكياس متشابهة، بحيث انك انت تخفي ما هو مكتوب فيه. ثم توضع في حجر من لم يحضر الكتابة والادراج، ثم يخرج من لم يحضرهما، يعني واحد ايه ما حضرش لا الكتابة ولا الادراج، ايه هو ده اللي يخرجها رقعة على الجزء الأول من تلك الأجزاء، إن كتبت أسماء الشركاء في الرقاع كزيد وبكر وخالد، فيعطي من خرج اسمه في تلك الرقعة. يعني دي طريقة بيقترحها للقرعة، لكن طرق القرعة لا تنتهي عليها، بس دي طريقة بيقترحها. ثم يخرج رقعة أخرى على الجزء الثاني الذي يلي الجزء الأول، فيعطي من خرج اسمه في الرقعة الثانية، ويتعين الجزء الباقي للثالث إن كان الشركاء ثلاثة، أو يخرج من لم يحضر الكتابة والإدراج رقعة على اسم زيد مثلا. يعني ممكن نكتب إيه أسماء أصحاب إيه أصحاب الحاجات دي، فاللي يسحب زيد يبقى زيد ياخد الكوم اللي يختار، نسحب إيه خالد بعديه يبقى خالد ياخد الكوم اللي يختار، نسحب طلع ولو كانوا ثلاثة يبقى الثالث هياخد الباقي، مش محتاجين بقى نسحب إن هو ده اللي باقي. هذه كلها فروع وتفاصيل غير ملزمة شرعا، يعني ممكن تتغير بتغير الأحوال،
طريقه القرعه ممكن تختلف بطرق كتيره بعد كده، بقى اخترع اي طريقه ملناش دعوه، ما تفرقش معانا. يعني هو بيدي لك هنا، علشان كده كانوا زمان يقولوا لنا ايه، لا تقف على مسائلهم وايه واهتم بايه بقواعدهم. يعني لما تيجي تدرس الكتب القديمه بتاع الفقهاء ما تقفش على كل فرع وكل مساله، لكن اهتم بالقاعده، هو ايه القاعده اللي ماشي عليها، وانت بعد كده كيف القاعده بطريقه ايه تصلح لهذا الزمان، او يخرج من لم يحضر الكتابه والادراك رقعة على اسم زيد مثلا ان كتبت في الرقاع اجزاء الانصباء ثم على اسم خالد ويتعين الجزء الباقي للثالث. يبقى الاولاني ايه قسمه اجزاء، ده في المتشابهات. النوع الثاني في القسمه قسمه بالتعديل للسهام، يعني ايه اشياء مختلفه في القيمه فلازم اعدل. هنقسم ارض، الارض دي في جزء منها خصب وفي مبنى وفي جزء منها اقل خصوبه وفي بعض الاشجار الثابته او ما فيهوش، نقوم نشوف الجزء اللي فيه المبنى ده قيمته هتزيد عن الجزء اللي هو ايه التاني، ونبتدي نقسم المساحات. احنا اتنين، انا هاخد نص الارض وانت نص الارض، فنشوف اذا كان الجزء اللي فيه المبنى ده تلته يساوي النص التاني يبقى ايه هنقسمها تلتين وتلت، يبقى التلت ده قيمته تساوي التلتين، فاهم؟ دي اسمها ايه تعديل، بنعدل. وبعدين نعمل قرعة برضه، نعمل قرعة مين اللي هياخد التلت ومين اللي هياخد التلتين، فهمت بقى المسألة؟ دي قسم التعديل لما يبقى ايه غير متساوي في القيمة، الأشياء غير متساوي. زي الوقت لما نعمل مثلا شقة ايه في عمارة في حي معين، أبونا ساب لنا شقتين، شقة في المهندسين وشقة مثلا ايه في الهرم. شقة المهندسين دي قيمتها 1,000,000 جنيه، شقة الهرم دي قيمتها 500,000 جنيه، واحنا اتنين اخوة، انا المفروض اخد شقة وهو ياخد شقة، فهو لو خد شقة المهندسين يديني انا 500,000، فهمت ازاي؟ هيديني 250,000، لان شقة المهندسين يعني كأن الشقتين قيمتهم 1,500,000، هو هياخد شقة 1,000,000، انا ليه اخد ايه 3/4 مليون، هياخد هو الشقة 1,000,000، يبقى ياخد الشقة 1,000,000 ويديني انا 250,000 عشان احطه جنب الشقة ايه 500,000، يبقى هو خد 250,000 3/4 مليون وانا خد 3/4 مليون، فهمت الطريقة؟ يبقى دي اسمها تعديل. طب اختلفوا الاخين، يقوم يعمل القاضي يبيعهم، يبيع الشقتين ويدي لكل واحد النص عشان ايه يحل الاشكال. يبقى قسم التعديل للسهام وهي الانصباء بالقيمه كارض تختلف قيمه اجزائها بقوه انبات او قرب ماء، وتكون الارض بينهما نصفين ويساوي ثلث الارض مثلا لجودته ثلثيها، فيجعل الثلث سهما والثلثان سهما، ويكفي في هذا النوع والذي قبله قاسم واحد على خلاف الراجح. هنا الشيخ هنا القاسم الغزي قال على خلاف الراجح في المذهب، لأن الراجح في المذهب يكفي قسم واحد في النوع الأول متشابه الأجزاء، إنما القسمة التعديل والرد النوعين التانيين لا يكتفى فيها بقسم واحد بل لابد فيها من اثنان، لأن القاسم شاهد والأمور دي أقل حاجة فيها شاهدين، فلازم في الأمور اللي هي فيها قسمة تعديل أو قسمة رد لأنها غير متشابهة الأجزاء يبقى عندنا إيه اثنين من القاسمين عشان ده يعدل ده، فهمت؟ لكن هنا الشيخ جعل ان ايه ان الشاهدان يبقوا في النوع الثالث، وده خلاف الراجح، هو الشاهدان في النوعين التانيين، والنوع الاول بالاجماع لا ايه يكفي فيه واحد بس. النوع الثالث القسمة بالرد بان يكون في احد جانبي الارض المشتركة بئر او شجر مثلا لا يمكن قسمته، انت ما تقدرش، الارض دي في بير في الجزء ده وفي شجر والجزء التاني ما فيهوش بير ولا شجر، واحنا هناخد بالنص، يبقى انت هتاخد النص اللي فيه البير والشجر ونشوف البير بكام والشجر بكام،
وتديني نص قيمه البير ونص قيمه الشجر. طالما انا هاخد حته ما فيهاش بير ولا شجر، يبقى انا هاخد الحته اللي ما فيهاش بير ولا شجر، بس هاخد منك بالنقد قيمه نص البئر ونصف الشجر. فهمت بقى ازاي؟ نقول البير ده ب1000 والشجر ب1000، يبقى انت هتديني 500 للشجر و500 في البير، طالما هي القسمه بين اثنين. واخد انا النص اللي ما فيهوش بير ولا شجر، واخد جنبيه 500 و500 مقابل ايه؟ البئر والشجر. لان انا مش معقول اجي على البير اقسمه وانقل نصه على الناحيه الثانيه، مش هينفع. يبقى يسموها ايه؟ القسمه بالرد، بان يكون في، يعني ترد له القيمه من جيبك، يعني تاخد الحاجه اغلى من نصيبك وتدفع الفرق. الرد هنا ليه؟ هترد القيمه. بأن يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو شجر مثلا لا يمكن قسمته، فيرد من يأخذه بالقسمة التي أخرجتها القرعة قسط قيمة كل من البئر أو الشجر في المثال المذكور. فلو كانت قيمة كل من البئر أو الشجر 1000 وله النصف من الأرض، رد الآخذ ما فيه ذلك 500. ولا بد في هذا النوع من قاسمين. احنا قلنا النوع ده والذي قبله الراجح، لكن المرجوح قال لك قسمة الرد بس اللي عايزة قاسمين. كما قال: وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه، أي في المال المقسوم على أقل من اثنين. يعني شوف القاعدة اللي هي إمتى تحتاج اثنين قاسمين. قال لك إن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على، يعني في المال المقسوم على أقل من اثنين، وهذا إن لم يكن القاسم حاكما في التقويم بمعرفته. فإن حكم التقويم، يعني يقول لك يقيم القيمة، فيقيم القيمة دي كأنها في نوع من البيع. يعني بيقيمها إزاي؟ يقول لك دي لو اتعرضت للبيع هتبقى بكام؟ أدي القيمة بتقيم بالطريقة دي، كأنها صار عقد بيع. بس هنا في القسمة بقى عقد بيع إلزامي للخروج من النزاع. بس طالما فيها عقد البيع وفيها شهادة البيوع، يبقى إيه؟ واحنا الشهادة في الأمور المالية بيبقى فيها رجل وإيه؟ وامرأتان أو رجلين. فعلشان كده قال لك لازم. إنما في الأولانية وجهان، النوع الأولاني اللي هو في متساوي الأجزاء، هل هي فرز ولا بيع؟ وجهان، والراجح أنها فرز الأول وليس، لكن في النوعين التانيين بيع. وهذا إن لم يكن القاسم حاكما في التقويم بمعرفته، يعني باجتهاده. فإن حكم في التقويم بمعرفته وهو كقضاء بعلم، يعني باجتهاده، والأصح جوازه بعلم، يعني باجتهاده. يعني ممكن يبقى إيه اللي جاي ده المعين قاسم ده بيقسم في المسألة دي، قد يكون هو خبير في قيمة هذه الأراضي، فمحتاجش يجيب واحد يقلل القيمة. لكن لما يبقى الخبير المعين من قبل القاضي ده مش خبير في الأرض الزراعية، فبيجي تجيب مين؟ يجيب لك سمسرة يسألهم الأرض هنا بكام؟ فهمت بقى؟ فهو يا إما يقضي بعلمه إن كان عليم، يعني خبير في قيمة هذه الأشياء، أو إن هو يستعين بخبير آخر يعرف قيمة الأشياء. وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم. يعني احنا عندنا مالي أنا وأخويا أو صديقي مشاع وعايشين كويس، فواحد منا عنده رغبة إن هو يتجنب نصيبه، التاني ما عندوش الرغبة دي. فهمت إزاي؟ والتجنيب ده ممكن، التجنيب يعني قسمة ممكنة، فهي ساعتها القاضي يلزم اللي مش موافق على القسمة بالقسم. ليه؟ لأن مفيش ضرر عليه لو تقسم. لكن لو احنا بنملك شيء لو قسم يفسد. فهمت ازاي؟ زي ما نقول مثلا بنملك شقة والتاني بيملك شقة نفس المساحة ودورة المية مشتركة للشقتين مثلا. دورة المية لو قسمناها مش هتنفع لأن مساحتها ضيقة، ما ينفعش اخلي الحمام حمامين ولا دورة المياه جزئين. يبقى في الحالة دي ايه؟ ما نلزموش بالقسم. ليه؟ لانها فيها ضرر. القاضي ما يوافقش. فهمت بقى المسألة؟
وعلشان كده بيقول لك ايه، واذا دعا احد الشريكين شريكه الى قسمه ما لا ضرر فيه لازم تبقى ايه دعوته لازمه، لازم الشريك الاخر اجابته الى القسمه. واما الذي في قسمته ضرر، بيدي لك مثال بقى كحمام صغير لا يمكن جعله حمامين، اذا طلب احد الشركاء قسمته وامتنع الاخر فلا يجاب طالب قسمته في الاصح. او مثلا بدله، هنقسمها ازاي البدله دي؟ فهمت ازاي؟ ما ينفعش نقسمها، خلوها كده، يا اما بيعوها وخدوا نصف قيمتها. انما تقول لي اقسم البدله، تبقى اقسمها ازاي؟ انت تاخد بنطلون انا الجاكيته، ولا نقسمها بالطول؟ ما تنفعش. او قطعه قماش لو قسمت لا تصلح انها تبقى مثلا حاجه معينه، تعمل حاجه معينه ملبوس. يبقى في الحالات اللي زي دي اما تباع ويقسم القيمه، يا اما تفضل على المشاع زي ما هي. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على فصل في الحكم بالبينه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي، وعلى اله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.